الخلايا الجذعية علاج لا يزال قيد البحث، والكثير من الأقاويل ترجح بأنها المستقبل للكثير من الأمراض والحالات الطبية، بعض منها مزمنة كعلاج السكري وبعض أشكال العمى والنوبات القلبية، السكتة الدماغية، وأيضا تلف الحبل الشوكي والعديد من المشاكل الصحية الأخرى. لا نعلم حتى الآن مدى جدوتها، ولكن الخلايا الجذعية تستخدم بشكل واسع في الجلدية والتجميل، واليوم بنبحر عنها أكثر. الدكتور علي المجحد، استشاري أمراض الجلدية وجراحة الجلد والليزر، اطلع على الكثير من الدراسات والبحوث الخاصة بمدى فعالية الخلايا الجذعية والفرق بينها وبين الكثير من الإجراءات التي تعطي نتائج مشابهة. الخلايا الجذعية هي خلايا غير محددة، بالتالي هي مصدر جميع الخلايا. وش المقصود بهذا؟ يعني مقصود أن الخلية الجذعية الواحدة ممكن تتحول لأي خلية أخرى، سواء كانت خلية عضلية، ممكن تكون خلية من الجلد، فهي خلية غير محددة وممكن تحولها إلى خلايا من نوع آخر. هذه الخلايا الجذعية دائما تبدأ من تخلق أي كائن حي، سواء كان نبات أو حيوان أو إنسان. استخداماتها مثلا في الأطفال المصابين ببعض الأمراض السرطانية في الدم مثل اللوكيميا ولا الثلاسيميا ولا غيرها، ما شاء الله عندنا هنا في السعودية من أكثر مجالات التقدم في علاج طب السرطانات، وهو استفادوا منه كثير الأطفال وحتى بعض الكبار في علاج السرطانات. ممكن أيضا استخدامها في بعض الآن دراسات على بعض الأمراض العصبية مثل الزهايمر، هناك أيضا دراسات على استخدامها في مجال مرض السكري، وفي طبعا استخدامات كثيرة في مجال التجميل والجلدية. هذا هو أهم شيء، لأنه مشكلة هو فعلا من وين يجيبوها، ممكن تكون مصنعة وممكن تكون طبيعية. إذا كانت مصنعة هذه عليها كلام كثير، بعضها تكون مصنعة من مصادر نباتية، بعضها تكون من مصادر حيوانية أو غيره. إذا كانت مأخوذة بيولوجية وهي الأكثر، اللي هي يعني تكون بيولوجية مأخوذة من مصادر حية، فهي يا من تكون من جسم الإنسان نفسه، مثل مثال على هذا اللي هو أخذ الخلايا الجذعية اللي موجودة في الدهون لزيادتها واستخداماتها في مجال التجميل. ممكن أنها تأخذ من آخرين في مثل مجالات أخرى في الطب، مثل زي ما قلنا أمراض السرطانات وغيره. وممكن أيضا أنها تكون يعني فيها خليط من الاثنين. تاريخ موجز للخلايا الجذعية، لا يوجد مكتشف واحد للخلايا الجذعية، ويعود اكتشافها بعد أول إجراء جراحي لنقل نخاع العظام عام 1939. أدى التقدم العلمي في علم المناعة إلى مطابقة المانحين من الأشقاء والأقارب المقربين في السبعينيات والثمانينيات، ومن بعدها حدد العلماء الخلايا الجذعية الجنينية في الفئران، مما أدى إلى استنساخ النعجة دولي في العام 1996. أدى الاستنساخ إلى توقف تمويل البحث والتطوير الفيدرالي بشكل أساسي في أمريكا العام 2001. في العام 2012 تم منح جائزة نوبل لاكتشاف مبكر الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات. من 2010 إلى 2019 ظهرت الموجة الأولى من الشركات الناشئة للخلايا الجذعية إلى جانب برامج البحث والتطوير، واليوم نشهد استخداماتها في مجالات كثيرة مهمة وصولا للجلدية والشعر والتجميل. هو فعلا هو في الحقيقة مو بس المستقبل، هو أصلا هي الآن موجودة تحت مسمى برا يسمونه الطب المستقبلي أو Future Medicine. الطب المستقبلي هو اللي متوقع منه بيكون فيه طفرات كبيرة أو تطورات كثيرة في المجال العلمي، فما ندري. فأتوقع أنه فعلا الخلايا الجذعية سيتم لها دراسات أكثر، بيكون لها إن شاء الله، يعني أتمنى يعني إن شاء الله هذا هو اللي بيكون فيه مع الدراسات ومع الواحد أنه يعني يحاول يبحث أكثر على صحتها، ودراسات فعلا حقيقية كلينيكية تجرى عليها، ممكن نشوف فيها فوائد كثيرة في مجال يعني سواء كان مجالات طبية أو حتى في مجالات الطبية اللي في الأمراض المزمنة. هذا إذا كانت فعلا خلايا جذعية. أنت جيت على أهم النقاط، أنه هل هي فعلا خلايا جذعية، وهنا تجي أهمية الشخص أنه يتأكد، يعني يتأكد كيف راح تعطى، وش اللي هي وش الخلايا الجذعية المستخدمة. لأنه في كثير زي ما قلنا، في سواء كان مراكز محلية أو برا حتى خارج العالم، هو أكثر حتى برا، سواء كان في شرق أوروبا أو في آسيا، تجدهم يطلقون على بعض الأشياء خلايا جذعية وفي الحقيقة ما هي خلايا جذعية.
على ما يبدو نحن أمام تخصص جديد وعلم موجود يحتاج للبحث بشكل موسع، ولكن النتائج مبهرة حتى الآن حسب أطباء قاموا بالتجربة والتحليل. من الرياض، نجس العوامي، MBC.